أما هلأ ليا رح نحكي عن هاليوم من الناحية التربوية، فمن حق كل شخص أن يعيش في بيئة آمنة مستقرة في حياته، لأنه هي أغلى من 1 كيلوغرام ألمنيوم أو نحاس. لذلك نقول لا تقترب، لا تلمس أي جسم غريب، وبلغ الجهات المختصة فورا. فالألغام في أي مكان وجدت لتعيق التنمية والحياة المختلفة للإنسان، وهي تشكل خطر حقيقي عليك. وفي سوريا خطوات عديدة ومجالات متعددة اتخذتها الدولة السورية للتوعية من خطر الألغام ومخلفات الحرب، ومنها قطاع التربية والتعليم. لنحكي أكثر عن هالخطوات يلي اتخذت بهذا المجال. بصرنا ونرحب بصباحنا لليوم بالدكتور دارم الطباع، معاون وزير التربية. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. يا صباح النور. يسعد صباحك. يعني تغيير جو عن كورونا اليوم. تماما، نغير جو هيك، نطلع شوي عن الكورونا، بس مع هيك لازم نضل بالبيت وخلينا بالبيت. هلا هي لها علاقه كمان بالكورونا، اليوم في كثير مناطق ما عم يفضلوا يروح على المناطق المزدحمه، بيروحوا على مناطق مهجره بعيده، وبالتالي هناك مخاطر من وجود بعض هذه المتفجرات، وخصوصا بالمناطق اللي لم تكن امنه فيما قبل، يعني ممكن يكون بقيام فيها. لذلك انا بعتبر انه هذا اليوم هام جدا، خصوصا اذا عرفنا انه في يوم الان بالعالم 110 ملايين لغم موجودين ب 11 دوله. وبتعرفوا انه مناطقنا عانت في بعض المناطق انه كان يوضع فيها الغام لحتى ما يدخل لها اشخاص، وكان طبعا الجيش قام بشكل كبير جدا بازاله عدد كبير منها، لكن هذا لا يعني انه بعض الاماكن المهجوره ممكن لسه يتواجد فيها. لذلك موضوع التوعيه في سوريا هام جدا ولازم نعطيه حقه. وهذا اللي بدي اسالك عنه استاذ، قديش مهم اليوم توعيه الأطفال من خلال المدارس، من خلال التربية، لأنه في ذنب رح يدفعوه هن مش مسؤولين عنه. حرب 9 سنين مثل ما قلت، قوات الجيش عم تحاول بكل قدرتها أنه فعلا تفكك جميع الألغام، وخسرنا أشخاص شهداء دفعوا دمهم لحمايتنا. كيف عم تتم هي الحماية والتوعية من خلالكم؟ هلأ هي بشكل عام بسوريا الوضع تقريبا جيد، لكن مع ذلك منصادف احيانا كثير اطفال وكثير ناس بتنصاب. عالميا في عنا سنويا 25 الف انسان بيتاثروا بالالغام وبالمتفجرات، واغلبهم من المدنيين، 80-85% منهم مدنيين، ونصف هالعدد من الاطفال. لذلك الاطفال جهه مستهدفه. طبعا وزاره التربيه هي اللي بتدخل كل بيت، والكتاب المدرسي هو ملزم أن يتعلم كل طالب، ولذلك التوعية عن طريق المدارس هام جدا. نحن بالتعاون مع منظمة اليونيسيف أقمنا عدد كبير من الدورات للمعلمين في البداية لتوعيتهم خلال فترة الحرب حول هذه المخاطر، ثم عندما أقمنا أو أعدنا المناهج أو تأليف المناهج تعاوننا بوضع مع مجموعة من الخبراء بوضع مصفوفة متكاملة من الصف ما قبل المدرسة، يعني من رياض الأطفال وصولا إلى البكالوريا. العملية كانت وفق هذه المصفوفة وفق أسس. بدأنا أول شيء بتعريف أشكال المتفجرات وأنواعها، بعدين شو هي الطرائق ووسائل التحذير الممكن ينتبه لها الواحد ويعرف أنه هالمنطقة فيها متفجرات. بعدين انتقلنا لموضوع التصرف الآمن، أنه أنت إذا في منطقة شو التصرف الآمن اللي بتعمليه، مثلا ما تلعبي بغرض، ما تمدي إيدك على شيء غير معروف، ممكن أحيانا طفل يلاقي لعبة مسدودة بالأرض يفكرها أنه ممكن يأخذها، أو يلاقي قطعة معدنية أو شيء يلعب فيها، هذا كله تم التنبيه له. طبعا هناك مجموعة من التسلسلات تتوصل إلى الآثار النفسية والاجتماعية والبيئية لهالمتفجرات، هذا كله حط وضعناه في مصفوفة، إضافة إلى بعض الأعمال التطوعية ممكن هن الطلاب بمراحل متقدمة يقوموا فيها. طبعا هذه المصفوفة صبت بمجموعة من الأفعال، هذه الأفعال انقسمت، مثلا في كتب حطيناها بعدد من الكتب، بدأنا بالتربية الدينية الإسلامية والمسيحية، كان فيها بعض الأنشطة حول موضوع المتفجرات وإزالتها. موضوع اللغة العربية وضعناها على شكل قصص نحكي عن بعض الأشخاص اللي تأثروا وانصابوا وشو كانت تصرفاتهم. انتقلنا للفيزياء والعلوم، حكينا بشكل علمي عن هالموضوع، وانتقلنا للفلسفة لنضع آليات فلسفية ومنطقية في التعامل ضمن هذه الحالات. طبعا هذا لم يستثني بعض المواد الأخرى مثل الدراسات الاجتماعية من الصف الأول للسادس، كان فيها عدد كبير من الرسائل والقصص التي تهتم بهذا الموضوع، وأخيرا الفنون والموسيقى.
لدرجة أنه بالصف الرابع نحن وضعنا قصيدة ألفوها لجان التأليف لمادة الموسيقى خصيصا لتسليط الضوء على أهمية معالجة هذه المسألة وتوعية الناس حول مخاطر مخلفات الحرب. نعم دكتور، يعني بالإضافة لدخول هذه المواد بالمنهج، هناك دورات دائما تعليمية وتوعوية لحتى كمان نضل أبديت بكل شيء عم يصير بالعالم وخاصة بما يخص الألغام. خلينا نحكي عن أبرز الدورات يلي قمتوا حضرتكم فيها. هلا نحن بشكل عام لدينا دائما دورات تدريبية للمعلمين والمدرسين، وخصصنا جزء كبير من هذه الدورات لتوعية هؤلاء المعلمين والمدرسين حول مخاطر مخلفات الحرب. كان هناك حقيبة متكاملة، هذه الحقيبة تضم أفلام، قصص، رسائل، كل ما يحتاج المعلم ليستخدمه في صفه، وتم تدريبه على آلية استخدامه. حتى كان هناك عدد من المشروعات اللي دربوا عليها المدرسين والمعلمين، وبالتالي أصبحوا مهيئين لنقل هذه المعارف والعلوم إلى طلابهم لوقايتهم من مخاطر هذه يعني مخلفات الحرب هذه. يمكن بالإضافة للدورات التعليمية للكادر التعليمي عم تقوموا أيضا بورشات تعليمية، خلينا نحكي عن هي الورشات التعليمية كيف عم تقوم بالتعاون مع الكادر التدريسي يمكن لنشر هي التوعوي الوعي بهي القصة بشكل كتير كبير، مش فقط بالمناهج التدريسية. يعني عم تحاولوا أنتم يمكن تسدوا أي ثغرة بسيطة لإيصال المعلومة المفيدة لنقدر فعلا اليوم نحمي أطفالنا. هلأ بالتأكيد الورشات هي عبارة عن أنشطة عم يكون فيها الطلاب، وإذا بترجعوا للإنترنت بتلاقوا مدارس سورية، كثير من المدارس السورية قامت بعدد من هذه الأنشطة اللي هي ورشات يشاركوا فيها الطلاب مع معلمينهم بأعمال، مثلا يقعدوا في منطقة يعملوا مثلا احتفال كبير، يعملوا مسرحيات، يعملوا نوع من الأداء الفني والموسيقي ليظهر للناس أهمية هذا المتفجرات وتأثيرها على حياتهم، إضافة لدورهم بإيصال معلومات لسكان مثلا المحليين. يعني طالب المدرسة أحيانا مو ضروري يكونوا أهله متعلمين، فهو ممكن ينقل هذه المعلومات لأسرته للمحيط تبعه، وبالتالي هالورشات كانت متعددة ومنظمة بشكل أنه وزارة التربية يعني كانت سباقة في هذا المجال على مستوى كثير من الوزارات الأخرى في دول مجاورة، خصوصا أنه هذا الموضوع حيوي في سوريا. يعني نحن عانينا 9 سنوات حرب، وبالتالي بالتأكيد هناك بعض المخلفات لا تزال موجودة، وواجبنا أنه نقوم بتوعية أبنائنا الطلاب ومعلمينا من مخاطر هذه المتفجرات. نعم دكتور، خلينا نحكي مع مين هي الجهات المشتركة معكم بطرح موضوع الألغام وتوعية الناس فيها؟ هل في جهات عديدة كمان عم تتعاونوا بعض؟ هلا أغلب المنظمات الدولية كان في جانب من أنشطة يتعلق بالتعامل السليم مع المتفجرات والوقاية منها، لكن نحن بشكل كبير جدا تعاوننا مع منظمة اليونيسيف رعاية الطفولة، وهي قدمت لنا الكثير من التوجيهات والتدريبات ورعت عدد كبير من البرامج اللي كان لها أثر في تغيير يعني سلوكية الأطفال عنا. نحن لا نزلنا نتعاون معها في المجال بشكل كبير. يمكن حكيت أستاذ ببداية حديثك أنه تم إدخال التوعية من خلال المناهج التعليمية تدريجيا، خلينا نحكي كيف تم إدخالها تدريجيا. يعني حكيت مش فقط مثلا من خلال القراءة والقصة، عم نحكي عن مواد تعليمية علمية، فهي نقطة كتير مهمة. يعني مادة الفيزياء أنا لما أدخل عليها من خلال معادلة بسيطة أقدر أوصل معلومة للطالب، أو من خلال درس فلسفة لنحكي عن قيم الإنسانية كمان بوصل من خلالها معلومة، فهي كمان نقطة مهمة اليوم ما بنشوفها، يعني في حالة إلمام كاملة عم تحاولوا تكونوا موجودين فيها. طبعا بتعرفي انت التربية تنطلق من تغيير سلوكيات المجتمع، مظبوط؟ لما لا هي معرفة، هذه المعرفة تتحول إلى قيم، ثم مع الوقت تتحول إلى سلوكيات. فأنت لا يكفي أنك تعرفي، يعني هلأ بجوز بالتلفزيون بتطرحوا مشكلة، أنت بيشوفها الإنسان بينبسط فيها، بتحكوا عن التدخين بينبسط فيها لكن بيضل حامل السيجارة. نحن في التربية مختلف الأمر، نحن نبدأ أول شيء بجوانب مختلفة لإيضاح المشكلة، ثم نحسس بهذه المشكلة، نجعلها قيمة لدى المتعلم، ثم مع الوقت هذه القيمة نحولها إلى سلوك. فهذه الممارسات بتختلف ما بين طالب بالصف الأول طالب بالصف البكالوريا. يعني أنا بالصف الأول ما بقول له عن المتفجرات، أنا بقول له هناك مخاطر، بقول له إذا دخلت على منطقة انتبه للتحذير،
تحذيرات، بقول له انه لا تمسك شيء غريب. عندما انتقل الى مثلا الصف العاشر انا كثير لازم اقول له ما هي المتفجرات ومن شو بتتكون وكيف التعامل معها، لانه ممكن هذا الطالب بموقف معين ان يضطر هو انه يبلغ وانه يميز ما بين متفجره وغير متفجره، او انه يساهم في حمايه مجتمعه، وبالتالي دوره بيكون اكبر. بالعلوم بنقول نحن الاثار انه اذا انصاب الواحد اذا حتى ما تنقطع رجله احيانا كثير بيكون الاسعاف لهيك حالات هو الاساس، يعني ممكن ما بين ساعه وساعه تختلف القضية. صحيح. في موضوع معالجة بتر مثلا بين يضل إجره موجودة بين أنه تنبتر إجره، فهذه الأمور بيدرسها بالعلوم. الموضوع المنطقي التحليل أنه أنا هالمنطقة هي كان فيها حرب، كان فيها كذا، كان فيها ناس مسلحين ممكن يكونوا حاطين، فأنا بعلمه من خلال الفلسفة كيف يمكن أن يحلل المشكلة ويضع حلول لها. كثير أحيانا في الآثار النفسية الاجتماعية نحن من خلال اللغة العربية منعززها بقصص، هذه القصص تعطيك نوع من الحلول. بتعرفوا نحن أدخلنا بالمناهج شيء اسمه المهارات الحياتية. هذه المهارات الحياتية بتعتمد على التعاون، على التواصل، على حل المشكلات، على المشاركة، هي كلها بتعزز عند الطالب كيف يمكن أن يساهم في الحد من مشكلة تفشي ظاهرة المتفجرات التي يمكن أن تؤثر على أطفالنا ومعلمينا، وهي بالنهاية توعية وسلوك يصبح عند المواطن لحتى ما يدخل بهيك مخاطر. نعم. دكتور، تعليقا على كلامك أنه لكل مشكلة أو لكل فكرة لازم يكون في إلها شيء على أرض الواقع، أو لازم يكون في إلها صورة، أو لازم يكون في إلها تحليل لحتى توصل هي الفكرة وتنفهم أكثر للطالب. ومثل ما بنعرف وزارة التعليم أو التربية هي بتدخل أو يعني بعد أول العالم بعد ما بيتم تطهير أي منطقة لتأهيل المدارس من أول وجديد. هل قمتوا بورشات على أرض الواقع، ورشات ميدانية بالمشاركة مع طلاب ممكن إعدادي أو ثانوي لحتى نشوف على أرض الواقع كيفية ممكن كيف عم يفكوا الألغام أو كيف الألغام بتكون منتشرة؟ يعني إذا بقلك شيء لا يوصف، أنا زرت إحدى المدارس في منطقة تحتوي على أكثر من 55 شعبة، للأسف كانت كلها ملغمة وهي محاطة بمجموعة من السكان البسطاء الطيبين. فبالتأكيد عندما قام الجيش العربي السوري، طبعا هذه المدرسة أهلت الآن وهي قريبة من دمشق، بقلب دمشق، أهلت الآن وإن شاء الله ستفتح قريبا. فأنت ممكن تتخيلي عندما قام الجيش أو الهندسة قامت بفك الألغام في كل هذا البناء، السكان المحيطين والطلاب الموجودين اللي عم يلعبوا حوالين هذه المدرسة شو كانوا مشاعرون؟ هن عم يشوفوا أنه المدرسة اللي كانوا عم يدرسوا فيها كانت مليئة بالألغام. وقيسي على ذلك مناطق كثيرة، يعني بالتأكيد نحن قمنا بورشات أكثر من هيك للتعريف مثلا بالطوارئ، قمنا بورشة للتعريف بالأرقام اللي لازم يتصل فيها الطالب. جميع الخطوات بتعرفوا شو هو الرقم؟ لازم تعرفوه انتم كمان، لانه يعني عم تحكي انه هو رقم 130، هذا الرقم لازم ما تنسوه. اي واحد بشك بمنطقه فيها متفجرات لازم يتصل على رقم 130 ويبلغ مباشره، بتيجي الدوله. بس انت عم تحكي عن خطوات تدريجيه، يعني من الالف الى الياء عم تحاولوا تعليم بشكل توعوي كل التفاصيل اللي ممكن الشخص او الاهل او الطلاب يكونوا غافلين عنها. فقديش مهم فعلا بالختام خلينا نحكي استاذ توعيه هي الناس من خلال كثير من التفاصيل، انتم كوزاره التربيه، نحن من جهه وزاره الاعلام، لانه فعلا هي لحظه ممكن تخسر حياتك وحياه عائلتك. طبعا هذا الامر عالمي ليس فقط في سوريا. صحيح. يعني على مدى التاريخ لحد الان في من الحرب العالميه الثانيه ناس عم تنفجر بمناطق ما بيعرفوا انه كان فيها متفجرات، لذلك هذا موضوع توعوي عالمي، موضوع انساني يجب ان يتم التوعيه عليه بشكل دائم الى ان تزول هذه الاثار نهائيا ويبدا الانسان بتصرفات جديده لحمايه حدوده الى اخره بدون استخدام هذه الالغام. اليوم يعني للاسف مثل ما قلنا المخزون العالمي 250 مليون لغم، تخيلوا موجودين ب 11 ب 88 دوله. فكثير لازم نحن نوعي لحتى نوقف رقم كبير استخدام هذه الالغام
ونكون نعم. إن شاء الله في أمن وأمان دائم. نعم أكيد دكتور دارم الطباع، نحن كتير بدنا نتشكرك، وأكيد بدنا نرجع ننوه أنه أي حدا بيشك بمنطقة فيها أي جسم غريب أو أي ألغام أو أي شيء يتصل على الرقم 130 صار على الشاشة، إن كان من طلابنا وإن كان من معلمينا وإن كان من أهالينا أيضا. نتشكرك كتير، يعطيكم ألف عافية، يعني حتى بوباء الكورونا للتصدي لفيروس كورونا حضرتكم أول العالم عم تكونوا لتوعية الأطفال والأبنائنا الطلبة. شكرا كتير لك دكتور، أهلا وسهلا. نتشكرك أكيد معاون وزير التربية الدكتور دارم الطباع على وجودك معنا، وجهود كبيرة عم تقوم فيها الوزارة وجميع الجهات الحكومية مشكورة عليها، شكرا كتير لك. شكرا لكم.